كم عدد عناصر الدورة الثانية في الجدول الدوري؟ سؤال مش صعب، سؤال سهل. كم عدد عناصر الدورة الثانية في الجدول الدوري؟ 5 ثواني، 16 ثانية. إجابتك؟ 8. 8. خدت وقتكم، 16 ثانية. تمام، موافقين على 8؟ لو 8 غلط ما عندكوش إجابة تانية. هنخمن. دايما بترجع في كلامك يا عمر. ما لو غلط مش هنقول مفيش إجابة. طبعا لو غلط هنبتدي يطلع إجابة في ثانية إن شاء الله تبقى تانية. صح كمان أفندم؟ إن شاء الله تبقى صح كمان. إن شاء الله تبقى صح. وائل، إيه الروح الرياضية دي؟ تقولها إيه؟ إجابة صحيحة. هتقولها لها إزاي؟ إجابة صحيحة. لا، ما تتحسبش. إجابة صحيحة. كمان يا الإجابة صحيحة، برافو عليك يا مريم، خدت وقتكم.